تغيرت الأوقات وازداد عدد الأشخاص الراغبين في أن يكونوا رؤساء أنفسهم في العمل والمسؤولين الوحيدين عن مستقبلهم، وهنا لعبت شبكة الإنترنت دوراً كبيراً في تسهيل تحقيق هذا الهدف، حيث تعد التجارة الإلكترونية واحدة من المشاريع التي لاقت شعبية وقبولاً كبيراً بين الناس. ومع ذلك فقد يكون من الصعب أن تعرف كيف تبدأ مشروع تجارة إلكترونية ناجحاً حقاً ويدر عليك الأرباح التي تريدها، إذ هنالك الكثير من المعلومات التي عليك معرفتها قبل البدء. وهنا يصبح أمر وضع خطة عمل واضحة ضرورة لابد منها لترتيب الأولويات وتحديداً المصادر اللازمة أثناء وضع خطة المشروع. لكن عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن ما يضمن نجاح مشروع التجارة الإلكترونية حقاً هو التخطيط الصحيح والإدراك الكامل لعوامل النجاح وتجنب أخطاء من سبقوك في هذا العالم، وهذا ما يخفق فيه العديد من رواد الأعمال الجدد وفي تحقيقه، فنراهم ينسون الجوانب الأهم ويركزون على بناء التصميم المثالي لمتجرهم الإلكتروني فقط ليغلقوه بعد أشهر قليلة. فما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها المبتدئين في مجال التجارة الإلكترونية؟ وما هي الحلول لتفادي فشل مشاريعهم؟